لعبنا مزيان، بغينا نلعبوا بالروح بالكلشي اللي عطينا كلشي باش نفحروا. زوجة لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي بجمال فائق وتتخلى عنه في كأس العالم، سأكون سعيدة بفوز إسبانيا. زوجة لاعب المنتخب من أصول إسبانية خطفت الأنظار بجمالها تزامناً مع تصدر زوجها حديث المتابعين، واعترفت بمساندتها لفريق بلدها في المونديال. أثارت الإسبانية هبة عبوك ذات الأصول الليبية التونسية وزوجة لاعب منتخب المغرب لكرة القدم أشرف حكيمي على مباراة المنتخب المنتظرة اليوم مع منتخب إسبانيا والتي تعد مصيرية للاثنين. Estábamos muy bien, muy bien, todo muy bien. Sí, ya lo veis, sí. وقالت هبة في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية إنها ستتابع المباراة من داخل الملعب وأنها كانت سعيدة لتأهل منتخب المغرب إلى الدور 16، وأضافت سأساند المغرب أمام إسبانيا لأن زوجي يلعب هناك بغض النظر عن نتيجة المباراة، سأكون سعيدة في كلتا الحالتين، سأفرح إذا فازت إسبانيا لأنها بلدي وأحملها في قلبي، فلقد ولدت وترعرعت في مدريد وأنا مشجعة لريال مدريد. ولفتت هبة أيضاً إلى أنها بالكاد تستطيع أن ترى زوجها أشرف حكيمي منذ أسبوع لأنه في كامل تركيزه، متمنية أن تسير الأمور بشكل جيد معه. يشار إلى أن أشرف حكيمي كان تصدر حديث المتابعين مع انطلاق مونديال قطر، وذلك في المباراة التي جمعت منتخب المغرب في مواجهة منتخب بلجيكا، وفاز فيها أسود الأطلس بهدفين نظيفين. وكان لافتاً للكثيرين ما فعله أشرف بعد الفوز، إذ توجه مباشرة إلى مدرجات استاد الثمامة حتى يحتفل مع والدته بانتصار منتخب المغرب على بلجيكا، حيث قام بتقبيل رأسها بالإضافة إلى خلعه قميصه وتقديمه هدية لها. وشكل تصرف حكيمي علامة فارقة بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلوا التسجيل المصور والصور الخاصة بنجم المنتخب المغربي مع والدته عقب نهاية المواجهة ضد بلجيكا. واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن النجم المغربي أشرف حكيمي قدم درساً في بر والدته لجميع الجماهير الرياضية بعدما ظهر حرصه على الاحتفال معها عقب الفوز على بلجيكا في مونديال قطر.